في اللابتوب وتتعلق اللابتوب. اوكي بس عشان خلفيه اللابتوب لما اتكلم باللابتوب تعرف الفكره. التجربه على اكثر من 500 لابتوب فردي واكثر من 1000 لابتوب لقطاع الشركات. راح يمشي الحياه. هذا ميكس 4 للحين. الجهاز الثاني شحنه صفر. اذا يمشي نكمل. طيب نكمل على ما يشحن هذا. الفكره العامه التالي في اختيار اللابتوب من بداية انتل و ام دي الى اليوم، يعني من الجيل الاول من 2000. تبي نرجعك قبل 2000؟ ارجعك عادي، كلام غير مفيد. من 2000 من الجيل الاول الى الجيل العاشر الحالي في فلسفة عند انتل و ام دي. انتل بشكل سريع، انتل من الجيل الاول للسابع كانت ثنائي النواة كبيرة 4 خطوط تقريبا لمعالجات يو المخصصة لللابتوبات المخففة او المستخدمة للتنقل. واحفظ حرف يو انه الترا بوك، انه مستخدم للاجهزة المتنقلة. AMD اعتبرها غير موجودة من بدايتها لغاية رايزن 3500 U. أيضا هني نقدر نتكلم بأن هذا المعالج من الفايف، من رايزن 5 U 3.5 وفوق في التطور. في أجهزة اللابتوب عندك خيارات واضحة، خصوصا اللابتوبات بمعالج U، لأن هذه المعالجات تشترط تواجد نوع محدد من الرام وأنواع من الذاكرة وأنواع من دعم الشاشة ومخارج الشاشة. فبالنهاية نفس فكرة معالجات الهواتف، هي تشيبسيت بالنهاية، في أمور محكومة الشركات ما تقدر تستهبل وتنزل عنها. لابتوبات التنقل المفروض تكون من 13 إلى 15 إنش، أقل ما راح تكون عندك تطبيقات متوالمة، أكثر راح يكون وزنه ثقيل، 13 14 15 راح يكون جهاز تنقل. الشركات تخبطت مدة طويلة في تسميات اللابتوب، فسموه نت بوك لأنه يستخدم إنترنت، فحددوا أن هذا ما يحتاج أنواع ذاكرة منها MMC مثل كروم بوك، منها النوت بوك الأجهزة اللي يتم استخدامها للتنقل، ومنها اللابتوب اللي ممكن يكون نوعين جيمز أو عادي. بعدين التقسيمات تنوعت، بس أنا راح أعطيك الزبدة، راح أعطيك شو الموجود على الساحة أصلاً وشلون تختاره. اللابتوبات أنا قسمتها 3 أنواع تقسيمتي. النوع الأول أنت تبي اللابتوب عشان تتنقل، فتبي بطارية، فتبي ممكن تبي شاشة تاتش، ممكن تبي جهاز وزنه خفيف، فهذه سميتها أجهزة التنقل لأن أنت محتاجها مكتب، قهوة، تنقل، جامعة. فهذه اللابتوبات هي اللابتوبات الخفيفة اللي تعتمد على معالج يو عند انتل وعند AMD، وما افضل انك تروح حق ارم لانها غير مستقرة للحين. طيب الظاهر ان الشاشة تعبانة، عندي بعض الشباب يبلغون شاشة تعبانة. خلاص اذا خلوني اعيد الكلام هذا بجهاز افضل. انا راح اسوي تيست بميمكس 4 المسخرة هذا اللي انت تشوفوني منه الحين. اوكي، ما راح يعطي اي كواليتي. هذا تيست رقم 1 ميمكس 4. راح يعني ادور على 1 2 3 اجهزة، راح اوريكم الفرق بينهم. في جهاز ما راح احط اسمه راح يكون افضل من المفروض، زينفون 8 فليب اللي كاميرته الخلفيه تكون اماميه. هذه التجربه خلني اخليها للاخير، بعدين راح اوريكم جهاز المفروض انه يكون افضل من الكل. ثواني، هذا الجهاز انا ما راح اقول شنو، راح اخلي التخمين عندكم ولا اكتب. ايفون يا اخي روح موت انت. هذا الجهاز راح اخلي الحكم عندك. طيب هذا الجهاز هو نوت 10 بلس 5G كوالكوم، بس اتاكد. طبعا هذه نسخه بيتا، هذه النسخه مختلفه، ف اطرافها لونها ابيض. هذا النوت 20 الترا نسخه سناب دراجون كوالكوم اللي هي نسخه هونغ كونغ. هذا يصور الفيروسات تجيك صاعد شوي. ها يا لطيف على التفاصيل الزايده على اللزوم. اوف اصعد اصعد اصعد، لا تفشلنا. اصعد شنو صاير؟ يطلع لك التفاصيل زايد على اللزوم. وين وين وين؟ او ماي جاد، انت ايفوني وما لك مصلحه بالكلام هذا. والله ما لك مصلحه. الحين هذه الدائره علشان الزوم، انا شفتها سابقا بس ما توقعت انها بالاضاءه، على بالي اضاءتها عاليه. هذا الزوم القريب. الحين خلصنا من القمر، رجعنا حق موضوع الزوم القريب، لان هذه اشياء دقيقه حيل ممكن تحتاجها انت بحياتك. فراح ناخذ زوم قريب واوضح من الصور اللي قبل شوي. هذا الخام. اوكي هذا الخام العادي، هذا التفصيل. عطنا هذه، عطنا تفصيل هنا. ممتاز يعني شوي هذا دش داخل ترى. مساكم الله بالخير. الجهاز اللي تم تصوير فيه اللي ما ذكرت اسمه هو اوبو اكس 3 برو، النسخه العالميه الاستراليه.